استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الممثل الشخصي لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة والوفد المرافق له، حيث قدم واجب العزاء بوفاة والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المغفور لها بإذن الله السيدة وضحى علي المنير رحمه الله وأسكنها فسيح جناته.